السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معاكم أم أحمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض القلب الجملي، أحلى قلب بأمر الله. دوت كيلو قلب، طبعا قلت للجزار قطعهولي شرايح بالشكل دوت، ودول طبعا راس توم متوسطة على 3 فلفلات حار. غسلت طبعا الفلفل والثوم وبعد كده حطيته في الكبة، فرمته بالشكل ده. وطبعا لو مش عايزين تحطوا فلفل حار حطوا فلفل روم. وطبعا لو هتعملوا 1/2 كيلو بتحطوا راس توم صغيرة مع فلفلية حار كبيرة، ولو الفلفل صغير بتحطوا 2 على 1/2 كيلو. لو ما بتحبوش الحار حطوا فلفلتين رومي برضو على 1/2 كيلو، افرموا الفلفل الرومي مع الثوم لو ما بتحبوش الحار، بس الحار بيخليها حكاية. وطبعا القلب دوت جملي، وطبعا الطريقة اللي هنعمل بها القلب الجملي دوت تنفع لأي قلب. طبعا لو قلب عجالي، قلب بتلو، الطريقة دي بيبقى القلب روعة روعة. ويلا بينا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. ودي الصينية اللي هعمل فيها القلب، طبعا مولعة البوتاجاز عليها وهسيب الصينية تسخن. وبعد ما الصينية سخنت هحط فيها القلب. وبعد ما حطيت القلب في الصينية هسيبه ياخد لون وبعد كده اقلب. وبعد ما القلب خد لون طبعا بنقلب اهو. شو الماية اللي نازلة من القلب. طبعا ما بنحطش للقلب مية، لما بينزل كل الماية اللي فيه وبينشف من المية تمام. وبعد ما القلب نشف من المية اللي فيها اهو، نزل كل ميته ونشف من المية. بعد كده هحط الثوم، وبعد كده هقلب الثوم مع القلب مع الثوم. وبعد كده هحط معلقة فلفل أسمر، هقلب الفلفل الأسمر في القلب كده. وبعد كده هحط حبة مية سخنة طبعا عشان القلب جملي وبياخد سوا شوية. وبعد كده هغطي القلب واما يستوي هرجع لكم. وبعد ما القلب استوى هنحط له معلقتين دقة. الدقة دي طبعا فلفل اسمر وكزبرة وكمون وملح. وبعد كده هحط 1/2 معلقة سكر، 1/2 معلقة سكر صغيرة. وبعد كده هسيب القلب ياخد غلوتين مع الملح والسكر وارجع لكم. وبعد ما القلب خد غلوتين مع الملح ومعلقه السكر هطفي عليه. اعملوا القلب الجملي بطريقه ام احمد وبامر الله فوق الوصف. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك للقناه، وبدعواتكم يا حبايب قلب، حبكم في الله، الف هنا وشفا، شير في الخير.